لان حنا وصلنا هنايا بالاصوات ديالكم وبالجد ديالكم وبالنضال ديالكم. الواقع هو هذا، وحنا ان شاء الله عازمين باش نشتغلوا معاكم ولصالحكم. فهذا اليوم هذا يوم تنصيب المجلس، قدر الله ان اكون رئيسا لمجلس جماعه سهول، سامثلكم احسن تمثيل ان شاء الله. اطلبوا العلي القدير ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونتمنى ان شاء الله نعطيه قيمه مضافه لهذا المجلس، ونشتغلوا على جميع الجوانب منها الشق الاجتماعي، وفي مكان الخصاص ان شاء الله نحاول نعدلوه طبعا حسب المستطاع، ولكن ساكون يعني غتكون الاداره في المتناول ديالكم، غنكونوا يعني موجودين للطلبات ديالكم والشكايات ديالكم. هذا ان شاء الله وعد منا بان الناس غنكونوا قراب للناخبين وقراب للمواطنين، وان شاء الله غنساهموا قدر المستطاع في التنميه ديال هذه القبيله، لان هذا الحس هو اللي جابنا، وهذا الشيء علاش جينا من اجل التغيير الاحسن، التغيير الافضل. نتمنى نديروا يدينا في السلطات والمؤسسات الخارجيه من اجل يعني نشوفوا شي سهول جديده ان شاء الله. ان شاء الله. ونتمنى والاخوان الكرام المواطنين كنعاود نشكرهم شكرا جزيلا كل واحد الاسم ديالو، لان حتى منتخب ما جا لهنا جابتو شطارته ولا كادو جابوا الاصوات ديالكم. ومرة أخرى تنشكر الإخوان اللي ترشحوا معنا كاملين وما حالفهم بالحظ، وكنشكر الإخوان اللي كانوا معنا مناضلين أشراف، يعني وكان عندهم واحد الشحنة من أجل النجاح. الحمد لله هذا الشيء تحقق. كنطلبوا العلي القدير مرة أخرى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وكنشكر الجميع. أنا إن شاء الله الخادم ديالكم في هذه الجماعة، وشكرا.